السلام عليكم. هل تعيش السعادة أم الحزن؟ عندك أفكار تشوش عليك ما تخليك تحقق أهدافك؟ عندك ناس سلبيين يتكلمون كلام محبط جدا؟ راح أثبت لك اليوم من خلال تجربة عملية أنا وياك راح نقدر نحدد بيها أفكارنا ونحدد بيها حياتنا ونعيش أما السعادة أو التعاسة. هذا الشيء راجع إليك تماما، أنت تقرر أما تختار السعادة أو تختار التعاسة. من خلال هذه الخلطة أنت راح تشوف بعينك أما تعيش السعادة أو تختار التعاسة، وعقلك أنت تتحكم به. لهذا السبب خليني أراويكم شنو اللي يصير عندما تفكر بفكرة إيجابية وشنو اللي يصير عندما تفكر بفكرة سلبية. ركز معي الآن. الآن عندنا إناء بمي، هذا يمثل عقلك وتفكيرك، وهذا اختيارك، هذا اختيارك بالحياة. إذا رحنا أخذنا الأفكار الإيجابية، لاحظ معي الآن شلون راح الأفكار الإيجابية شي يصير بيها. أخذنا فكرة إيجابية الآن دخلناها لعقلك، قاعد تلاحظ شنو يصير؟ بدأت تنتشر. أنت ايش راح تسوي إذا جت فكرة إيجابية؟ راح تأخذ اختيارك وتحرك، تظل تفكر بنفس الفكرة اللي أنت تريدها. اجتك الفكرة الإيجابية، فكرت فكرت فكرت، العقل راح يوزعها وتنتشر بدماغك بحيث تسيطر على كل تفكيرك، إلى درجة أنه أنت تشوف الحياة كلها إيجابية بهذه اللحظة. اختيارك اللي خلاك تأخذ فكرة إيجابية وتفكر بها، هذا نتيجة الفعل اللي سويناه الآن، نتيجة الاختيار. إذن خلينا نفس التجربة نسويها ويا فكرة سلبية. راح نجيب عقلك من جديد، نحطه هنا، راح نجيب فكرة سلبية، أي فكرة سلبية من الماضي من الحاضر، مقارنة مع الآخرين، لوم، نقد، أي صوت سمعناه بحياتنا يقول لنا أنتوا فاشلين، أنتوا ما تنجحون، أنتوا مو قادرين، الشيء الزين الغيركم وأنتم ما بيكم خير وما تقدرون تحققون اللي تريدوا. هذه كلها أفكار سلبية. إحنا أجيان أنت أجيت الآن اختارت، أخذت الفكرة السلبية حطيتها وين؟ بفكرك بدماغك. بهذه اللحظة عندما أجيت اختارت كان بإمكانك ترجعها لمكانها وتقول لا، ترفض هاي الفكرة السلبية وتتركها، لكن إذا اختارت تخليها بدماغك عندك فرصة لحد الآن أنه تتخلص من عدها. شلون؟ أنه كل هذا المي الموجود المحيط بالفكرة تشيله تفرغه وتخلص من عنده، ولكن أغلبنا شي يسوي يأخذ اختياره ويحرك بهاي الفكرة ويظل يفكر وشلون ويلوم بنفسه ويقارن بنفسه وينقد بنفسه ويذم بنفسه لحد ما الفكرة تنتشر وتتوسع من نفس نوعها. إذا كانت سلبية راح تنتشر وتصير سلبية وتودينا للإحباط وإلى القرارات الخاطئة، لأن راح يشتغل العقل العاطفي بدماغ الإنسان اللي يودي إلى قرارات خاطئة وغير نافعة بحياته، راح تكون مضرة قراراته أغلبها، لأن اختياره كان سيء، اختياره كان سلبي. إذن إذا أجدتك فكرة سلبية لا تحركها ولا تظل تفكر بيها مباشرة، اتعوذ من الشيطان وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احذف هذه الفكرة من دماغك مباشرة ولا تظل تفكر بيها حتى ما توصل إلى مرحلة الإحباط. خليك دائما إيجابي وخليك بالأفكار الإيجابية، أنت تتحكم بعقلك وأنت المسؤول عن اختيارك في كل لحظة. اختيارك تذكر هذه اربطها باختيارك، اختيارك يجب ان تختار الافكار الايجابية المفرحة دائما. حتى لو اجتك عرضت عليك الافكار السلبية انت راح تشيلها وترجعها او اصلا ما تاخذها، او حتى لو صارت في عقلك ودخلت اياك ثم اياك ثم اياك تحركها وتركز عليها، لا اتركها تماما وكب هذا الفكرة وكب هذه اللحظات وتعوذ من الشيطان وخذ نفس عميق وتذكر أشياء إيجابية حتى تنتشر من نفس نوعها وتوديك إلى قرارات صائبة بحياتك. أعزائي الكرام، القرار بيدكم، راح يبقى دائما بيدكم، عقلك أنت المسيطر عليه وأفكارك مستحيل أي شخص راح يقدر يسيطر عليها إذا مو أنت تسلم المفاتيح بإيدك، وإذا أنت مو تسلم اختيارك بيد غيرك. إذن خلي قرارك بإيدك وخلي أفكارك عندك، وهذا العقل استخدمه بالطريقة الصحيحة، اختار دائما الأفكار الإيجابية واختار الصوت اللي دائما يردد بذهنك أنه أنت قوي ورب العالمين خلقك في أحسن تقويم وأعطاك كل شيء تحتاجه لتنجح في هذه الحياة، فقط عليك أن تختار شيء صحيح حتى تحصل على نتيجة صحيحة.
إذن شكرا لكم على المتابعة، انتظروني في حلقة قادمة قريبا إن شاء الله. كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي، إلى اللقاء.